سؤال، في أسئلة؟ مش هنطول بقى، مش هنطول، في أسئلة. عايزين نعرف حضرتك ما حقيقة دور البابا شنودة اللي هو كان أثار جدل كتير وبعد كده اختفى الخبر خالص. شكرا حضرتك. برضو دخلنا في السياسة. بعد نجاح إمام الدعاء الحمد لله كلمني شخص كان عايز، أنا تصورت إنه عايز يوقعني في مطب يعني، قال لي طب أنت عملت ابن ماجة وعملت المراغي وعملت عبد الحليم محمود وعملت، طب إيه رأيك لو اتعرض عليك البابا شنودة؟ قلت أوي 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 كشخصية محبوبة. على فكرة أصل البابا شنودة ده أنا كنت أسمع منه من الشيخ شعراوي عنه، وكان صديق الشيخ شعراوي قوي وكان يزوروا بعض كتير ويعودوا يتنافسوا في الشعر المرتجل، يعني يقول له قول يا سيدي. هو كان بابا شنودة كان شاعر يعني فحل، يعني يقول يرتجل الشعر، وكذلك كان الشيخ الشعراوي، فيقعدوا يدخلوا لبعض مباريات شعر يعني، فكان يكلمنا عنه كتير، فأنا حبيته من خلال روايات الشيخ شعراوي عنه. فلما الشخص ده قال لي، كان اسمه عزيز اللي كلمني، اسمه عزيز ايه؟ كان اسمه عزيز ايه يا عادل؟ هاني عزيز. قال لي رأيك عليها تعمل بابا شنودة؟ قلت له يا ريت والله، أنا بحبه جدا وبعتبره شخصية مصرية وطنية، هو كان وطني جدا ومصري إلى النخاع، وكان تاريخه يشرف يعني. قلت له أوي أوي يا ريت. فبعد ما قلت يا ريت وخدت موافقتي ما كلمونيش تاني، ما حدش جاب لي السيرة تاني، وأنا مش من عادتي أتكلم أقول لي يعني فين. فأنا بيت موافقتي، لكن هم يبدو أنهم عملوا حسابات تانية يعني تراجعوا، لكن أنا ما زلت حتى الآن لو اتعرض عليا أعمله جدا. أسئلة؟ أيوه هنا. خلاص أنا أقول بصوتي.